بين الشوطين اتقال بتعنيف شويه كده، وعشان كده الشوط الثاني كان الاداء والاستحواذ فيه ريتمه وكان فيه ايجابيه افضل من الشوط الاولاني، والحمد لله قدرنا تاني برضه نرجع للمباراه ونفوز في مباراه مهمه جدا جدا جدا. وتملي باكد ليكم طبعا ان الثوابت بتاعت كل مباراه بالنسبه لنا موجوده، لكن الاحداث اللي بتبقى حوالين المباراه والمرحله بتبقى مهمه جدا. فمباراه النهارده قدام الرجاء من المباريات المهمه جدا في مشوارنا، وبشكر طبعا برضو اللعيبه على ادائها واصرارها ان هي في ظل برضو التوالي المباريات في الفترات الزمنيه دي والفوز النهارده. يعني ماشي تحت امركم طبعا، مبروك طبعا ثلاث اهداف، ولكن تحس ان يعني خط دفاع الاهلي الهدف اللي دخل فيه اي هجمه مرتده تحس فيها برائحه الخطوره على دفاع الاهلي؟ لا، هي بس الهجمه دي، انك مش اي هجمه مرتده، ما نقدرش نقول اي هجمه مرتده، لان في محاولات كثيره جدا من الرجاء برضه كان في صعوبه ليهم، لكن بتفق معاك ان يمكن كان في سرحان شويه وعدم الارتداد والتمركز، عدم الارتداد مش هقول الاسماء والتمركز، وده اللي اتقال برضه من الشتين. لكن بتفق معاك طبعا في الهدف كان في خطا من التمركز ده، لكن مش في كل الهجمات لا، لان بيبقى في صعوبه لو حاولت برضه تعمل هجمات مرتده اعتقد ان ما فيش حاجه واضحه خالص. يعني مباراه في لاعب يتغلب من الناس اللي كانوا بيستبعدوا او بيريحوا، فهل فعلا دي فادت الفريق؟ والله ده بيبقى توفيق من ربنا برضه، لان اكيد تعاملنا مع المباريات بيبقى للهدف في المباراه نفسها والفوز بالمباراه. ما فيش لاعب بياخد لمجرد ان هو جه الدور عليه او لا، يعني بتبقى معايير وفي روتيشن، بريح ناس وفي نفس الوقت بستخدم ناس لجاهزيتهم ولثقتي فيهم وفي امكانياتهم، وبالتالي ما بيبقى كمان موفقين اكيد طبعا بتبقى مصلحتنا ومصلحه اللاعب ومصلحه الفريق. يعني النادي الاهلي متجه للعيبه بجد مفهومه مقبوله، يعني القسم الثاني كنت عايز اعرف النفسيه حضرتك دي. لا معلش انا اسف، انا اسف طبعا، يعني برضه يعني مناقشه الامور دي بتبقى داخليه وساعات بتبقى في ظروف، لكن ما فيش حاجه اسمها لاعبين من الدرجه الثانيه احنا لسه ما اعلناش عن حاجه. لكن لا، لاعب المحل ده احنا تعاقدنا معاه الناشئ، تعاقدنا معاه، لا اف سي مصر لسه كل الكلام ده تحت دراسه وبنشوف ونتاكد. ما في لعيبه بتبقى هم اللعيبه اللي تحت دول ما فيش منهم لعيبه تصعدت وبقى كويسين، فاكيد طبعا لو وقفنا ان احنا نجيب لاعب كويس وشفناه كويس قوي وعندنا ثقه فيه نديله فرصه. لا لسه ما فيش حسم حاجه خالص، يعني كل دول تحت الدراسه طبعا واسماء ودول لعيبه كلهم مميزه، لكن لسه ما فيش حسم حاجه. يعني الله يبارك فيك. تمام. لا بنوجه له ان هو ينزل يستلم وكده، لكن انت انا مش حاطط بره اقول للاعب انزل استلم وكده، لكن هي برضو فتره المباراه او اللي لعب فيها صالح كنا عاوزين نستخدم الكرة بس. بالعكس كان لو عندي تغييرات اكتر نفسي اريح اكتر من لاعب، لكن ابتديت عاوز اريح عبد الله السعيد، عاوز اريح وليد ازار، عاوز اريح اجاي، بفكر في الخطوه اللي بعد كده.